ينتخب الأردنيون نوابهم لتشكيل مجلس النواب 17 في انتخابات تشهد مقاطعة للحركة الإسلامية المعارضة، ويتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 امرأة، في حين يتولى أكثر من 500 مراقب دولي و13 سفارة عملية مراقبة الانتخابات بالإضافة إلى المراقبين الأردنيين. ذكر المركز الأمريكي لمراقبة المواقع الإسلامية سايت أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب السعودي سعيد علي الشهري لقي حتفه، ولم تؤكد المواقع الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة ولا السلطات في السعودية أو اليمن مقتل الشهري. أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها اقترحت القاهرة لعقد محادثات مع الدول العظمى بشأن البرنامج النووي، وأكدت إيران أن مصر رحبت بهذا الاقتراح الذي يقضي بإجراء المحادثات مع الدول الست بعد الاجتماع الأخير بين الطرفين في حزيران الماضي، والذي رفضت خلاله طهران دعوة مجموعة الدول للحد من تخصيب اليورانيوم. بعد ساعات على تبني مجلس الأمن عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صاروخ في كانون الأول الماضي، أكدت بيونغ يانغ أنها ستتخذ تدابير ملموسة تهدف إلى توسيع القوة العسكرية للدفاع الذاتي وتعزيزها بما يشمل الردع النووي. وجددت كوريا الشمالية تأكيد طموحاتها النووية ونيتها مواصلة التجارب النووية. في تداعيات عملية احتجاز الرهائن في موقع إنتاج النفط في عين أميناس في الجزائر، أعلنت مصادر أمنية أن أحد أعضاء المجموعة الإسلامية التي نفذت العملية كان يعمل سائقا لإحدى الشركات في الموقع، وأشار إلى أن السائق تم التعرف على جثته من قبل موظفين في الموقع، في حين لا تزال أكثر من 5 جثث لمفقودين أجانب غير معروفة الهوية. رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي وصفه بالشجاع، إلا أنه حذر من المخاطر التي تحدق بالعاملين في المجال الإنساني مع الأمم المتحدة في هذا البلد. وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، وجه بان تهنئة إلى فرنسا على قرارها نشر قوات في مالي إثر التقدم المقلق للمجموعات المتطرفة باتجاه جنوب البلاد.